أضيفي بعض الماء. هذا يكفي. لدي ولدان، لكن كليهما مجنون. يبدو أن سعيدا لم يعد يحتمل أكثر، يريد القتال والدفاع عن وطنه. لو عرف السر وراء صنع الخبز لعمل هنا طيلة النهار، لكنه عديم الصبر. لا، هو ليس كذلك، لكن استشهد بعض أصدقائه وأسر بعضهم وأخوه أسير، لذا تضايق. آمل ألا يفعل شيئا خطأ. السلام عليكم سيد خسرف. وعليك السلام يا بني، خيرا إن شاء الله. القائد شفيق يريد مقابلتك، لنذهب في الحال. ماذا هناك؟ هل أصاب سعيدا أي مكروه؟ اهدأ سيد خسرف، لا داعي للقلق. هيا، القائد بانتظارنا. دعني آتي معك أيضا. لا داعي، أكملي تحضير عجين الخبز، إذا تركناه يفسد حتما، لن أتأخر. لنذهب. يا رب عساه خيرا. ألا ترى أنها خدعة؟ يريد العثمانيون إخافتكم لا أكثر. لا تقلق، لا يمكنهم فعل شيء. سيفعلون، بل فعلوا ذلك أمام عيني سيد كوكس. لا أريد أن يكشفوا أمري وأعدم. لن أموت كخائن ذليل، بل أريد الموت فخورا كالملوك العظماء. هل ستسمح للأتراك بإخافتك؟ ألا ترى أن دولتهم بدأت تنهار؟ أنا تاجر سيد كوكس، لست جنديا. لقد انتهت اتفاقيتنا، من اللحظة لن أبيعكم من بضاعتي. أذرني، حياتي أثمن بكثير من المال. لدي روح واحدة فقط. حسنا، لن أستطيع حمايتك بعد الآن. ممن؟ من الجنرال بيرت. ما الذي تقصده سيد كوكس؟ لما سيعاديني الجنرال؟ نجار، اجلس من فضلك، اجلس. حاول الجنرال الاستيلاء على سفنك التي ترسو في ميناء البصرة طبعا، لكنني منعته، وذلك بعد أن وعدته أنك ستقف في صفنا. الآن إذا أردت أن تنهي جميع الاتفاقات بيننا فستنتهي تجارتك أيضا، لأن الجنرال سيأخذ سفنك. هل تهددني يا كوكس؟ كنت أعتقد أننا أصدقاء. أنا لا أهددك يا صديقي، لا أهددك أبدا، أحيطك علما فقط. أنت على حق، إذا وسعنا التجارة بيننا سيكتشف العثمانيون ذلك، ولكن يمكننا التعاون بطريقة أخرى. مثل ماذا؟ نصف عقارات كوت الإمارة ملكك. صحيح. صحيح. في الحقيقة حتى أنا لا أعرفها كلها. حسنا، أريد منك شيئا إذن. أريدك أن تخفي كنزا بغاية السرية في أحد العقارات، ما رأيك؟ هذا فقط؟ أجل، ستخفيه من أجلي لا أكثر، ومقابل هذه الخدمة سأمنع الجنرال بيرات من الاستيلاء على سفنك في ميناء البصرة، ما رأيك؟ لنقل إني قبلت. عمن يجب أن أخفي كنزك الثمين؟ عن الكتيبة الخاصة. ماذا؟ Thank you.
أرسل هذه البرقية إلى بغداد. أمرك سيدي. جاء السيد خسرف. أدخله. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد خسرف. تفضل. خيرا أيها القائد، هل حدث شيء ما؟ إذا أساء سعيد التصرف فأرجو أن تعذره. سعيد لم يفعل شيئا، في الحقيقة خاب أملي فيك. ما الذي تقوله؟ لما خاب أملك؟ تحدثنا سابقا بشأن المبادلة وأوضحت حساسية الأمر وأني لا أستطيع التصرف دون الرجوع إلى القائد. بالرغم من ذلك أرسلت مصعب. هذا التصرف لا يليق بك وأزعجني جدا. ما الذي تقوله؟ أنا لم أرسل لك أحدا. هل تظنني لا أعرف الأصول أيها القائد؟ جاء مصعب وحدثني عن المبادلة. لم أخبره بالذي حدث بيني وبينك. إذن لماذا جاء إلي؟ في آخر مرة كان متوترا، ولكني لم أعرف سبب توتره. هذا غريب، ما الذي يحيكه؟ سعيد مختف أيضا، قال سيأتي إليك لكني لم أره. يا إلهي، ترى إلى أين ذهب الولد؟ ماذا يجري؟ قضي علي يا إلهي، ماذا سأفعل؟ أيها الخائن، عديم الشرف، دعك منه، سأحل الأمر. ما الذي ستفعله؟ ماذا ستفعل؟ ها؟ هل ستقتلوني؟ ها؟ اقتلني، اقتل، سأدفنك حيا إذا لم تفعل. حسنا، اهدأ قليلا. ابتعد، إياك أن تلمسني أيها الخائن. هل تعلم كم جنديا استشهد؟ لقد كنت مجبرا، هددني الإنجليز، لم يكن أمامي خيار، لكن لم أعرض أحدا للأذى، فقط أنا فقط. فقط ماذا؟ قل ماذا فعلت؟ هل تسرب المعلومات؟ أخبرني، ها؟ أليست هذه خيانة؟ لقد كبرت في ظل هذه الدولة أيها الوضيع، هكذا تكافئ وطنك العزيز؟ لن تنجو بفعلتك، لن تنجو بفعلتك. إذا تدهورت أحوال بلادنا فهذا بسبب عديمي الضمير أمثالك. ألا تخاف الله؟ ألا تخجل من نفسك أبداً؟ هذا يكفي. توقف حالاً، ما الذي تفعله؟ ماذا؟ هل خفت عليه؟ ستعيش طيلة عمرك شخصاً لا قيمة له. لا تقلق، لن تعيش طويلا، وستحترق بإذن الله بنار جهنم كحال جميع الخونة. أيها الجبان،
كلمته. قل اسمعوني، يجب عليكم أن تطيلوا الأمر قدر الإمكان حتى يتسنى لي قضاء أكبر قدر من الوقت برفقة النقيب يا أصدقاء. وماذا إن بدأوا بإطلاق النار؟ ليس في قلوب هؤلاء رحمة. لا يستطيعون، يريدوننا أحياء لأنهم بحاجة أسرى يعملون عبيدا في معسكراتهم في الهند. أفضل الموت هنا على هذا. أكثر ما يمكنهم فعله هو إطلاق النار في الهواء لتفريقنا، لن يطلقوا علينا. حتى وإن أطلقوا علينا فلن يقتلونا جميعا. لا داعي لهذا الكلام، سننجو جميعا من هذا الأسر، ستنجح الخطة إن شاء الله. إن شاء الله ستختلطون بين الأسرى، تفرقوا في الأنحاء. المريض أحمد المغربي، وضعه خطير، وإذا لم يتعالج فلن ينجو. لا يجوز، هو مريض منذ أيام، على الطبيب أن يراه. أين الطبيب؟ أحضر الطبيب. حسناً هدئوا من روعكم. ما الذي تقوله؟ الرجل يحتضر، من تكون أنت؟ هل تعمل لصالح الإنجليز؟ نحتاج إلى طبيب، نريد طبيباً. هيا يا رفاق أحضروا لنا الطبيب. هيا بسرعة أحضروا الطبيب. هذا ليس جيداً، ستفسد الخطة. لا يعود هذا بالنفع على أحد، سيزداد الأمر سوءاً. علينا إيقافهم. اهدوا يا أخوان، يجب أن تساعده. هيا بسرعة، هيا بسرعة أحضروا الطبيب. يا أصدقاء اهدأوا قليلاً من فضلكم، هذا يكفي. توقفوا توقفوا، أنا أعدكم سيذهب صديقنا أحمد إلى الطبيب. أحضروا طبيباً. هل الطعام جاهز؟ اهدأوا يا إخوان. حسناً اهدأوا يا أصدقاء، سيذهب صديقنا إلى الطبيب. اهدأوا، هذا يكفي، أرجوكم توقفوا. اهدأوا قليلاً. سيد خسرف، لماذا أخرت؟ ماذا هناك؟ لا أعلم يا ابنتي، مصعب يحيك أمراً ما، ولكن لا نعلم ما هو. ماذا عن سعيد؟ ألم يأتي بعد؟ لم يأتي إلى هنا، ظننت أنك رأيته في مقر القيادة، ألم يكن هناك؟ ساعدنا يا الله، ما الذي يحدث؟ سعيد مختفٍ، ومصعب ذهب إلى القائد قائلاً إنني من أرسلته، وأصر على أمر مبادلة الأسرى. هل لمصعب علاقة باختفاء سعيد؟ وما أدراني يا ابنتي، كلاهما مختفٍ. دعنا ننتظر ولا تقلق عبثاً، ربما خرج سعيد لاستنشاق الهواء وسوف يعود إلى هنا. لم يذهب إلى القائد أصلاً. هذا جيد، ربما يحاول الترويح عن نفسه في مكان ما. لا داعي للقلق، أنت على حق. انظري، لقد بدأ يجف العجين، دعينا نخبزه بسرعة. كما تشاء. أنتظر منك أن تنقل لي أخباراً مهمة، لا أن تخبرني عن حالة المريض. ولكن هذا مهم. ماذا تقصد؟ أرسلتك إلى الطبيب حتى تتعاون معي، أتظن أنني سأعالج كل أسراي؟ لكن يا سيدي، هذا الأسير مغربي. كما قلت مغربي، أي أنه عربي، وهؤلاء لم يروا وجه الطبيب في حياتهم،
لا مشكلة في موت الأسرى، لكن ليس هذا. وما الذي يجعله مميزا؟ لأن هذا الأسير بالتحديد ينقل لي المعلومات عن بقية الأسرى. أي يعمل لصالحنا؟ أجل، لذلك إذا اشتد مرضه ومات لا أعرف إن كنت أستطيع إقناع غيره. حسناً إذن سوف أعالجه، سأرسله إلى الطبيب في الحال. يجب أن نهتم به، هذا ما يميز الدولة الإنجليزية عن الدولة العثمانية، نحن نهتم بمن يعمل لدينا. أتينا لأخذ المريض، افسحوا الطريق، هيا ابتعدوا. ستكون بخير يا صديقي. يكفي، هيا تفرقوا وعودوا إلى النوم بسرعة، هيا. فك وثاقي. حاول تعويض خطأك. لا أستطيع ذلك. لماذا تبقيني هنا؟ هيا اقتلني فورا. لا أعرف، لم يخبروني ماذا سنفعل بك. ماذا قالوا إذن؟ ما الذي تحكونه؟ لا أستطيع إخبارك. مصعب، انظر إليه. أتحدث معك. إن كنت شجاعاً أخبرني ماذا تنوون، ماذا ستفعلون؟ مصعب، أجبني في الحال، ما الذي تحيكونه؟ فيكتوريا. ما بها فيكتوريا؟ لم أفهم. سيختطفونها. ماذا؟ لا ترفع صوتك أرجوك. لا تدع هذا الأمر يحدث، لم يفوت الأوان بعد. يمكننا مبادلة هذه الأسيرة بآلاف الأسرى. لقد حاولت وأخبرت أباك، فعلت ما بوسعي ولم أنجح، لم يقبل القائد المبادلة، لذا سيختطفونها. فك وثاقي، فك وثاقي، دعني أصحح خطأك. علينا أن نحاول منع هذا الأمر. أعدك لن أخبرهم بشيء، يمكنك أن تهرب. أنت محق، يجب أن أهرب. مصاب، يجب أن نمنع حدوث هذا. سعيد، لقد فات الأوان. مصاب، 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 فك وثاقي. مصاب، (تصفيق)
سيدي. ماذا هناك؟ الجاسوسة مريضة جدا وحرارتها مرتفعة. ماذا هناك؟ ما بها؟ يبدو أنها تسممت. وضعتم لي السم، تريدون قتلي أيها السفنة. حرارتها مرتفعة وقد تفقد وعيها. افعل ما بوسعك لتنقذها، يجب ألا تموت. ليس بوسعي فعل شيء، يجب نقلها إلى المشفى. خذوها إذن، رافقوها، توخوا الحذر ولا تدعوها تبتعد عنكم. حسن، جهز العربة فورا. أمرك سيدي. خذاها. أمرك سيدي. يكفي، لا تصرخي، سنعالجك. سحقا لك، أنت لا تشعر بآلامي. اركب في العربة. تفرقوا، هيا ابتعدوا من هنا، هيا بسرعة تحركوا. هيا تفرقوا جميعا، افسحوا الطريق، ليس هناك مشكلة. هيا. هيا. سيدي، دعنا نهتم بالأمر واذهب أنت. هذا الأمر يتعلق بسفني، لهذا سأهتم به بنفسي. تمسك فيكتور. ماذا؟ ماذا يحدث؟
إنهم يهربون بالأسيرة. توقف! لا تطلق النار! نريد الفتاة حية! توقف! أحمد، Ugh!
من هنا، ذهبا من هنا. حسناً. هيا. أصبحا قريبين. هيا هيا. مهلاً، توقفي لحظة. ما الذي تفعلينه؟ هذا صديقنا نجار. الآن أدركت لماذا لقبك السيد كوكس بالكنز الثمين. تحملي قليلا، لا ترفعي صوتك، ما زلنا في خطر. فيسن ما زال يحاربهم. تعال إلى الداخل. حسن، أحمد، أصيب حسن. كيف حاله؟ بخير. هربوا منك؟ اختفوا من أمامك لمح البصر. سيغضب القائد كثيراً. ما زال حياً. جيد. لا ترفعي صوتك. ماذا أفعل؟ الألم لا يحتمل. حسنا، اشربي هذا، مضاد للسم. هل أنتم من دسستم لي السم؟ كان هذا ثمن حريتك. هل كنت تودين البقاء هناك؟ أنت الآن بمأمن في هذا المكان، ويمكنك البقاء كما تريدين يا سيدة. اسمها السيدة فيكتوريا.
اسمك جميل بقدر جمال وجهك. نحن سنبقى هنا حتى الصباح، لا داعي لأن تبقى معنا. وهل يعقل هذا؟ قطعت وعدا للسيد كوكس، لا يمكن أن أترك كنزه الثمين وحده. هيا استلقي وارتاحي قليلا. لقد حان الوقت ليكن الله معنا. آمين. في حالي لم تنجح هذه الخطة واستشهد، سامحوني رجاء. نسامحك وأنت سامحنا. أسامحكم. هيا بأمان الله. هل الطعام جاهز؟ انتظر. ماذا هناك؟ هل الطعام جاهز؟ هل الأمر مهم؟ النقيب نائم. في غاية الأهمية. أيها الجندي افتح عينيك، النقيب يكره أن يوقظه أحد. ما الشيء المهم إلى هذه الدرجة؟ عندما يعلم ما سأخبره سيسر لأنك أيقظته. آمل أن يكون كذلك، وإلا فلا تدري ماذا سيحل بك. هيا يا أصدقاء.
يا إخوتي، هيا لنبدأ. يا أخي استيقظ، هيا يا أصدقاء، هيا استيقظوا، هيا، حان وقت الجهاد. ها؟ هيا يا رفاق انهضوا، هيا هيا بسرعة، استيقظوا يا أبطال، هيا سنخرج من هذا المكان، هيا. استيقظ يا أخي، هيا هيا، لقد حان الوقت، استيقظوا، هيا يا إخوان، هيا انهضوا بسرعة. يا أصدقاء لقد حان الوقت، هيا. ما الأمر؟ ماذا هناك؟ ما الذي يحصل؟ يا صديقي، ما الذي ينهض بسرعة؟ هيا حسن، أنا أفهم حسن، استيقظ، هيا بنا، هيا لقد حان وقت الجهاد، هيا انهضوا الآن، هيا يا أصدقاء، هيا بسرعة، سنخرج من هنا، سننجو بإذن الله، بإذن الله، هيا هيا بنا، هيا بنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنتم اصمتوا، اصمتوا ولا أطلقوا النار. ما الذي يحدث؟ الله أكبر، ما هذه الضجة؟ اذهب والقي نظرة، هيا اذهب بسرعة. ألم يكونوا نائمين؟ لابد أنه وقت الصلاة. أيها المقزز، سحقا لك. تحرك، هيا لنذهب إلى الحمام. الذي يحدث هنا؟ الأسرى يثيرون الشغب. وما الذي يفعله الحراس عند حدوث الشغب؟ لقد غلبني النوم، الجنرال بانتظاري، دعهم يجهزون العربة، هيا بسرعة. أمرك يا سيدي. لماذا لا يستخدم الحراس أسلحتهم؟ ماذا ينتظرون؟ يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر. هيا اركضوا اركضوا، تحركوا بسرعة. يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله
ماذا نفعل سيدي؟ اذهبوا إلى الساحة بسرعة، تصرفوا بسرعة، أسكتوهم. أين هو برنارد؟ في الساحة يحاول إيقاف العصيان سيدي. يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله. اضبطوا اضبطوا، يا الله بسم الله. ماذا هناك؟ يا الله بسم الله الله أكبر، تصرفوا بسرعة أسكتوهم. يا الله بسم الله الله أكبر. كم أنتم مثيرون للإشمئزاز، اللعنة على الأتراك. لماذا تقف هنا؟ هيا تحرك بسرعة. يا الله بسم الله. هيا هيا اركض، ألم تنتهي بعد أيها القذر؟ اخرج حالا. ما الذي تفعله؟ هل مت وأرحت منك؟ يا الله بسم الله الله أكبر، 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 يا الله. اللعنة على هؤلاء الأتراك، لو وافق الجنرال بيرات لكنت أرسلتهم إلى الهند وارتحت من سماع أصواتهم ورؤية وجوههم القذرة. أين الإسكوبي؟ لا أثر له بين الأسرى سيدي. لقد نقل لي معلومات خاطئة، أخبرني أن الأسرى قد فقدوا الأمل، لو كانوا كذلك لما تمردوا. يا الله بسم الله الله لنحن نحرق الهيئة، لنحرق هذا المكان، لنحرق المكان، كل شيء ساعد جميعا ونحرق هذا المكان. يجب علينا تعيير هذا المكان، هذا المكان نتساعد جميعا، فارغته لنحرقه جميعا. بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله. ما هذا؟ دماء؟ الضابط برنارد؟ تباً لهؤلاء البرادرة، كان يجب أن نقتلهم جميعاً. ظننت لدينا جاسوساً بينهم، سأرسله غداً إلى الهند معهم، سأجعله يدفع الثمن، لقد خدعني ذلك الوقت. طالما أننا سننقلهم إلى الهند في الغد، لا أحتاج إلى جواسيس، سأتخلص من هؤلاء البرادرة الأشقياء. هيا تحرك. بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر، يا الله بسم الله الله أكبر. سيدي سيدي، هاي توقف توقف. أه.